مستمعي مونتي كارلو الدولية ومتابعيه على شبكة الإنترنت، مرحبا حيثما تكونوا. دأب المنتدى العربي للبيئة والتنمية منذ إطلاقه عام 2006 في بيروت كمنظمة عربية غير حكومية إقليمية لا تتوخى الربح على جمع الباحثين والخبراء وأصحاب القرارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني للالتقاء سنويا بشكل منتظم لمناقشة التقارير السنوية التي يصدرها حول قضايا مهمة لديها علاقة بالبيئة والتنمية المستدامة. وآخر هذه المؤتمرات هو ذلك الذي عقد يومي 10 و11 من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2020، ولكن بشكل افتراضي لأول مرة بسبب جائحة كورونا. وقد وددنا اليوم التطرق مع نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية لأهم استنتاجات هذا المؤتمر وخصوصياته. نستمع إلى نجيب صعب في البداية يحدثنا عن العلاقة العضوية بين الصحة والبيئة من جهة والصحة البشرية من جهة أخرى من خلال عملية الإعداد لهذا المؤتمر قبل ظهور وباء كورونا ومن خلال ما تبين فعلا للناس عبر جائحة كورونا. حين قررنا أن يكون موضوع التقرير لهذه السنة والمؤتمر بالتالي الصحة والبيئة في البلدان العربية، لم يكن وباء كورونا قد وصل بعد، ولكنه جاء في الوقت المناسب، لأن بالفعل وباء كورونا أصله حيواني، إذا أصله من الطبيعة، وفي كثير من الدراسات تبين أن التدخل المفرط للإنسان في الطبيعة في الحيوانات البرية كان من أهم أسباب انتشار الفيروسات، انتقالها من الحيوان إلى الإنسان. إذن كان المؤتمر والتقرير في الوقت المناسب لنطرح الأهمية الكبرى للعوامل البيئية على الصحة في العالم العربي. الاستنتاج الرئيسي أن وباء كورونا كشف ضعف الأنظمة الصحية العربية. هناك أنظمة صحية عربية، ولكن ليس لكل الناس في معظم الدول، إنها تصل إلى عدد قليل من الناس، ولكن العدد الأكبر من المواطنين العرب يفتقرون إلى الخدمات الصحية الصحيحة. حتى في البلدان التي تتمتع بخدمات صحية ومستشفيات تبين عجز كبير في الاستجابة للطوارئ. ليست هناك خطط للطوارئ البيئية ولا الصحية في العالم العربي. قد يكون هذا تحذير أساسي. تصور ماذا سيكون عليه عندما تبدأ الأثار الصحية الكبرى لتغير المناخ، ستكون أكبر من كورونا. تغير المناخ سينتج عنه أثار صحية كبيرة. على العرب أن يتنبهوا لوضع خطط طوارئ لمواجهة الأخطار الصحية والبيئية، ولن يستطيعوا تنفيذ هذه الخطط إلا بتعاون إقليمي كبير. نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية. أنتم مع مونتي كارلو الدولية ومع البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية. من أهم المحاور التي نوقشت في المؤتمر الدولي الافتراضي حول الصحة والبيئة في البلدان العربية يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني عام 2020 محور يمكن تلخيصه على النحو التالي: البحار العربية هي مبدئيا نعمة بالنسبة إلى السكان العربي، ولكنها تحولت شيئا فشيئا إلى نقمة لأسباب يتوقف عندها نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية. البحار بالفعل مهمة جدا للعالم العربي، كما تعلم من مؤتمراتنا السابقة تبين من صور فضائية أعدها العالم فاروق الباز خصيصا لتقرير المنتدى منذ سنوات عن تغير المناخ، وجدنا فيها أن هناك أكثر من 32 ألف كيلومتر من العالم العربي تقع على شواطئ، مساحة كبيرة جدا، 18 ألف كيلومتر منها مأهولة وكثير منها يستخدم للصناعة والسياحة. إذن البحار مهمة جدا للعالم العربي. ما هي مشكلة البحار في العالم العربي؟ هي مشكلتان بالفعل. أولا، العالم العربي غني في كثير من أجزائه، إما في
منطقة المغرب، الجزائر أو في الخليج غني بالنفط، والآن بدأ النفط يظهر في البحر المتوسط ويستثمر في البحر المتوسط. إذن من أهم المشاكل في البحار العربية التلوث النفطي الناجم عن استخراج النفط من البحار، وأيضا عن نقل النفط المنتج بريا بالناقلات عبر البحار العربية. فإذا هناك تلوث نفطي كبير في الحالات العادية وليس فقط في حالات الحوادث. فإذا عندنا مشكلة التلوث النفطي موجودة في البحار العربية، ولكن عندنا أيضا مشكلة كبرى هي مياه الصرف التي تصرف في البحار، إما معالجة جزئيا أو غير معالجة. هناك 12 مليار متر مكعب من مياه المجارير تصرف سنويا في البحار العربية، ما يعالج منها هو 60% فقط. إذن 12 مليار متر مكعب من مياه المجارير تنتج سنويا، يعالج منها أقل من 60%، الباقي يرمى خاصة في البحار من دون معالجة. وهناك مشكلة أن مياه الصرف المعالجة جزئيا في كثير من البلدان العربية ترمى في البحار أيضا، وهذا سيء جدا، لأن هذه المجارير المعالجة كليا أو جزئيا تتسبب في زيادة المغذيات في البحار، وهذا يؤدي مع الحرارة المرتفعة إلى الطحالب القاتلة للأسماك والملوثة. إذن عندنا مشكلة كبيرة في البحار العربية، التلوث الأساسي هو من مياه الصرف السخني ونقل البترول. هذه مشكلة. المشكلة الثانية في التلوث البحري في المياه العربية هي من مكبات النفايات على الشواطئ. هذه المكبات تتسرب النفايات منها إلى البحار، وخاصة المواد البلاستيكية التي لا تتحلل. فهناك مشكلة كبرى في البحار العربية الآن تؤثر على صحة الإنسان بأمراض متعددة، تنقل السموم إليه إما مباشرة حين يستخدم البحار للترفيه والسباحة، وأيضا تنقل إليه السموم عن طريق الأسماك والمغذيات البحرية التي يستهلكها. إذن عندنا مشكلة كبرى في البيئة البحرية تنعكس على صحة الإنسان في العالم العربي. نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، الذي يرافقنا خلال هذه الحلقة المخصصة لحصاد المؤتمر الدولي الافتراضي حول الصحة والبيئة في البلدان العربية، يرى أن مسؤولية تعزيز العلاقة بين الصحة البيئية والصحة البشرية في العالم العربي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، ولكن أصحاب القرارات السياسية هم من يتحملون الجزء الأكبر في هذه المسؤولية. على الباحثين من دون شك إجراء أبحاث معمقة علمية لمساعدة أصحاب القرار على معرفة الحقائق لاتخاذ القرار الصحيح. على الحكومات أن تدعم البحث العلمي، نحن بحاجة إلى الكثير من المعلومات غير الموجودة. تلوث الهواء مثلا، ليس عندنا معلومات مؤكدة وصحيحة وكاملة لمعرفة كيف نعالج المشكلة. أيضا تلوث المياه، المعلومات ضئيلة. إذن البحث العلمي مهم جدا، ولكن يحتاج إلى دعم حكومي. منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تساعد، ولكن في النتيجة التغيير يتم عبر الحكومات. في هذا التقرير والمؤتمر قدمنا توصيات إلى الحكومات ألخصها كما يلي: فيما يتعلق ببرامج المياه والصرف الصحي، طلبنا أن تكون هناك مراقبة شاملة لكمية لإمدادات المياه لنوعيتها وتحسين نوعية المياه، وتحسين أيضا إيصالها إلى الناس كمياه عذبة صالحة للشرب. فيما يتعلق بتلوث الهواء، تحديث معايير جودة الهواء لتتوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بالصحة، وسد فجوة البيانات للحصول على تقويم دقيق لتأثير تلوث الهواء على معدلات انتشار الأمراض والوفيات في المنطقة. طلبنا بوجود شبكة من محطات المراقبة العاملة في جميع الدول العربية لمراقبة جودة الهواء. وأعطي مثلا هنا، حين حصل الانفجار الكبير في مرسى بيروت ونتج عنه تلوث هائل في الهواء،
لم نستطع إيجاد أي معلومات صحيحة، لأن جميع محطات المراقبة كانت معطلة منذ شهور قبل الانفجار بسبب عدم الصيانة، وهذا مؤيب جدا. مرة في القاهرة تم تركيب محطات لقياس نوعية الهواء، جاءت نتائج بعضها غريبة جدا، وتبين أنها مركبة بقرب مداخن لمطاعم مشويات، فكانت النتيجة ليس من تلوث الهواء العام، بل من تلوث هواء ناتج مباشرة من مطاعم. من الضروري جدا أن تطور البلدان العربية خطط للتصدي، ليس للتغير لأسباب تغير المناخ فقط. المناخ سيتغير، وصلنا إلى مرحلة متقدمة لم يعد يستطع لا العرب ولا العالم وقف التغير إلى حد معين. علينا أن نعمل أيضا لمعالجة نتائج تغير المناخ، التكيف معه. وفي المسألة الصحية سيكون هناك نتائج كبيرة لتغير المناخ على الصحة، ستدخل أمراض جديدة لم تكن موجودة قبلا في المنطقة بسبب ارتفاع الحرارة. علينا أن نجد أساليب لمعالجة نتائج تغير المناخ على صحة الإنسان. شكرا جزيل الشكر لنجيب صعب من عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، والذي رافقنا خلال حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي المخصص لقضايا البيئة والتنمية، وحدثنا عن أهم ما توصل إليه المؤتمر الدولي حول الصحة والبيئة في البلدان العربية، والذي انعقد يومي 10 و11 من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2020، انطلاقا من آخر تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية. شكرا لكريستوف بيرني الذي أمن الهندسة الصوتية. إلى اللقاء، مع تحيات حسان تليلي.